اوكي مرحبا، معكم راني. هون صرنا بالفصل الثالث من الكتاب. نحن رح نحكي عن التايبس وتايب كلاسز. اوكي، التايبس هون يعني الانواع، انواع الداتا. انا عادة معود اقول داتا تايبس. اوكي، والتايب كلاسز بيكون في تركيب من الانواع بتعمل نوع واحد. اوكي، زي ما كنت تعمل كلاسات الجافا اذا كانك بتشتغل جافا او سي بلس بلس، نفس الشيء. طيب، شيء قريب لهذا الموضوع. طيب هلا هات لنشوف كيف بدنا نطلع الداتا تايب تبع كل نوع. ماشي، مثلا هلا اذا بنستعمل الامر اللي هو كما يلي، نقطتين فوق بعض تي او تايب. اوكي، وبيعطيني مثلا الرقم واحد بيعطيني نام. اوكي، هلا النام ممكن تكون انتجر. اوكي، او انتجر 32. اوكي، او انتجر 64. تمام، 64 يعني 64 بت، 32 بت يعني 32 بت، يعني هذا الانتجر 32 يعني قد اكبر رقم بيكون 2 باور 32. اوكي، او بيكون على 64، 2 باور 64. اوكي، هذه لل 64 بت. تمام، هلا كمان بلا طول سيره خلينا ناخذ شغلات تانية. تي لا مثلا رقم 1.256 مش عارف ايش. اوكي، هذا بحسبه شو فراكشنال. ليش؟ لانه هذا الرقم ممكن تحويله لكسور، يعني شيء شبه مثلا على 6 مثلا. اوكي، اذا حطيت هيك مثلا، او مثلا هيك نقينا رقم مثلا هيك. اوكي، هذا فراكشنال. اوكي، هلا لما فيك تحوله لكسر، هذا المقصود كسر عادي. اوكي، هلا ال في كمان عندنا مثلا الباي. الباي هذا رقم مفروض يعني هو بحطوا لك ما لا بأس به من الخانات اللي بعد الفاصله. اوكي، هالقد هن. اوكي، لانه الباي هو المستعمل كثير في حساب الدوائر والزوايا. اوكي، فلذلك هو حاطين لك بس جزء لا بأس به، لأن الباي رقم طويل ممكن ياخذ معك إذا كنت بدك تكتبه على ملف واحد بيطلع شيء 2 جيجا بايت أو شغلة، يعني شغلة طويلة كتير. أوكي، إذا بده شيء 5 سنين إذا بدك تحسبه، يعني أطول فترة وأطول أكبر عدد من الفواصل. أوكي، الكمبيوتر مش بالإيد. طيب هلا كمان في عنا تايب تاني اللي هو الحرف، تقدر تطلع تشار. تمام، هيدي هون ذا تايب تبع الاي، هيدي الاي، هذا ذا تايب تبعه. تمام، نلاحظ انه النقطتين في بعض معناها كاني عم اقول الداتا تايب تبع كذا. اوكي، نوع التايب تبع كذا. اوكي، او مثلا فينا نقولها بالانجليزي اي هاز ا تايب تشار. اوكي، عند النوع char character حرف. طيب هلا كمان في عنا شو string. ف string مثلا شو بتكون؟ this is my string، هي هي جملتي. اوكي، اللي هي عبارة عن 6 حروف. كلمة string لوحدها اوكي هي شو؟ هي بتعني بالانجليزي عادة وتر العود او الجيتار. اوكي، وكمان وتر السبحة، الكابل الوصلة او الخيط اللي بقلب السبحة. اوكي، المسبحة. فلانه المسبحة بتجي عليها زرار او شو اسمه، حصوص هيك صغار. اوكي، لذلك بس تكبس هيك في بيعطيك الدوت تايب، هي صار لستة. انا عم نفتح قوسين هيك مثل الباقي اللست، طبعا اكيد حذفتوها، حاطين هون تشار لانه لستة من تشار. اوكي، يعني اذا انا مثلا جبت كمان يعني بدي اقوله كمان شيء ثاني اضافة للسترينج، انه التايب اللي اسمه سترينج هيك
اوكي بكرة الاس. اوكي هذا كأنك عم بتقول اوكي التشار بين قوسين. اوكي وهذا اتفقنا عليه باول بقسم هون عندي 2.3 اول ما اخذنا السترينجز شو هن مع الليست. تمام هلا وفي عندي كمان داتا تايب اللي هو اذا مثلا عندي شيء مثلا بيعطيني مثلا 5 اكبر او 4 اكبر من 5. اوكي هيدي خلينا اول شيء لما نحسبها بتطلع يا ترو يا فولس، فبتطلع فولس. طبعا فولس معناها كلمه خطا او غير متوافق، للكمبيوتر بالنسبه له مش غلط معناها ما لانه الكمبيوتر ما فهم شو الصح والغلط. الكمبيوتر بيفهم انه هيد هالقيمتين اذا متوافقين ولا لا مع النتيجه. عرفت كيف؟ او الكلام هذا اوكي مش قصة صح، في توافق او عدم توافق اوكي مع الاشارة، وهيك تطلع شو في ترو او توافق. ترو هي قلنا اوكي نحن بنرمز للترو ماشي. هلا هدول الداتا تايب تبعهم شو هو؟ بول. هلا هي مفروض بوليان اوكي، بس بالهاسكل نكتب بول اوكي. طيب هلا كمان شو الداتا تايب ل توبل؟ اوكي مثلا واحد في حرف A مثلا وفي string hello وفي مثلا عندي الباي اوكي توبل. عرفتوا كيف؟ فبيطلع معي هو شو عبارة عن شو؟ عن شيء بياخد شو مكان، بس هذا شو مكان هو على اساس انه شو انه هون ممكن يكون يعني عم بتعوض هون. اوكي هلا في شغله هاي بعدين بالفصل بالسكشن اللي بعده بالقسم اللي بعده من الكتاب بثلاث فصلين بنشوف شو عم بيقصد هون. بس هي الفكره ما فيها انه هون في شو مكان يكون الداتا تايب. اوكي هون بده يكون حرف واحد، هون بده يكون ليست اوكي اوف كاركترز بمعنى سترينج وهون بده يكون عندي شو مكان الداتا تايب. هلا هو شو عامل هو هون؟ قال انه تحذروا انه ممكن يكون رام فلوتنج مطرح التي 1 اوكي، وممكن يكون هون الواحد يكون نمبر عادي رام صحيح. هلا الهاسكل قادره تاخذ الداتا تايبس كل حريه، فيتعامل معهم كل حريه اوكي، دغري بتحذر نوع الداتا اوكي. يعني الواحد ممكن تحسبه رقم، ممكن تحسبه حرف. اوكي بس كتبت هيك يمكن انت قصدك يا رسمه او قصدها كحساب. اوكي طيب كمان لو انا عندي مثلا هيك 1 2 3 اوكي 5 شو الداتا تايب تبعها؟ بيطلع نمبر. شو ما كانت التي اللي هون، بس التي قصدك فيها تكون نمبر. اوكي انت عم تخليها للتي شو نمبر اوكي. ولا لكم شوي انه فينا نعمل زي ما بدنا، بس هي موجوده بالدرس فصل 3.2 بالتفصيل اكثر وراح احكي عنها اكثر. طيب اذا مثلا جيت انا عملت مثلا هيك، خلينا ناخذ سترينج دغري لانه هي نفس الشيء. اذا عملت هيك اي ولا حكينا عنه نفس الشيء. طيب اذا مثلا عملنا مثلا ترو فولس اوكي لست من ترو فولس فولس مثلا اوكي ترو تمام، هذا شو بيطلع؟ بوليان ماشي، بس شو لست منه اوكي. لو فرضا اجيت عملتون خليني بس عشان افرجيكم باي 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 اوكي تطلع شو؟ فلوتنج، انه التي اللي هون بقلب الليستة اوكي حسبها شو؟ فلوتنج بوينت. هلا في عكس الفلوتنج في الدبل، او مش عكسها اللي هي اوسع منها بتعطي دقة اعلى اللي هي دبل تمام، دقة بالفواصل اعلى. طيب هلا شو بعد عندي؟ طيب حتى نخلط ليست مع
شو بسموه مع طبل. اوكي فاذا بدي اطلع التي تبع افتح هيك مثلا خلينا نحطهم كاركترز وبوليان عشان يبينوا اكثر. بس انا عملنا مثلا سي هون ترو اوكي حطينا مثلا خلينا نحط مثلا هلو اوكي ونسكر نفتح واحد ثاني اوكي سي او دي مثلا اوكي فولز. طبعا مثل ما اتفقنا الليست لازم تكون جامده بمحتوى كذا طيب لازم يكون كل شيء متجانس اوكي مثل ما احنا ماشيين. طيب هون في عندي مشكله هون فاصل نسيت احطه تمام. وهون لازم كمان شو تكون مش مثل ما قلنا لازم يكون كل شيء متجانس فهاي تمام. شو بتطلع؟ طلع هو لحاله بيعرف انه تشار بول وتشار هيك تمام. فهيك بنعرف شو الداتا تايب تبعهم اوكي. هلا في عندنا شغله انه بنلاحظ دائما الداتا تايب اسمه ببلش بحرف كبير وهي قاعده بالهاسكل ممنوع. يعني اذا بدك تقول let x هيك ممنوعه ولا بصير داتا تايب بس تقول let x هيك اوكي حتى تقول equal مثلا 4 تمام. ممنوع تقول هيك اوكي. شايف not in scope dot constructor x يعني صار في عندي داتا تايب اوكي. فمن الاول عم ننبهكم على الموضوع. طيب هلا يعني ما اسم الفاريبل اللي بلش بحرف صغير وحط شو ما بدك بعدين حرف كبير ما مشكله المهم يبلش بحرف صغير اوكي. او الاسم الاكسبريشن اللي بدك تحطه. هلا شوف هي بيبقى عندنا طب كيف بدي اعرف الداتا تايب تبع فانكشن اوكي. يعني مثلا عندنا مثلا فانكشن اسمه برودكت تمام من واحد الى عشرة اوكي. هذا بيعطيك مضروب الارقام من واحد لعشرة اوكي بيطلع هالقد. هلا هذا شو كيف بعرف له الداتا تايب؟ بيطلع معي هيك اوكي. فبقول لي بياخد نمبرز اوكي وبصير بيشتغل عليهم. شايفين كيف؟ هلا اذا انا بدي اعرف من الاساس الفانكشن اللي عم بكتبه داتا تايبس تبعونه ماشي وافرض على المستخدم تبع هذا الفانكشن شو يدخل ماشي. اذا شو بصير عندي هون؟ بعمل هيك بعمل هيك وبنزل تحت على السطر تمام. بكتب let مثلا زي ما كاتبين هون هذا الفانكشن شغلته هون remove non upper case اوكي. فبكتب هيدي زي ما هي وهي معناها هون انه هذا الفانكشن برجع string of characters برجع string. هلا بنشوف كيف بنحكي. خلينا نكتب الاول لانه اهون هيك بالشرح اوكي. وبحط تحت الريموف هيك عصوات بعض اوكي. بحط ريموف من upper case string بتاخذ لشي جمله st اوكي بتساوي هي عباره عن لانها string of characters فبتتعامل معها كstring كليست اوكي. فبتتعامل معها كحرف حرف كما يلي تاخذ اول حرف اوكي منها فانت بتتعامل معها كانها مجموعه حروف اوكي هون اوكي مذكرين list comprehension. وبعدين بنقول c element هون عم بقول لك انه هذا الشرط اللي هون عم بقول لك انه هي الحرف سي بينتمي لسترينج اس تي اوكي للجمله اس تي هون الجمله اس تي اوكي بتنتمي لها. هلا والفانكشن اللي بعده هذا الالم اتفقنا انه شو بيقول لك؟ بقول لك انه سي هي جزء من الحروف الكبيره بين كلها اوكي. بعدين بسكر هيك
تمام، لأنه هون المفروض يعني كانك بدك تقول let هاي و let هاي مع بعض، بس انت هدول لازم يكون مع بعض. اوكي هلا فبتعمل نوع من الاندنتيشن، بتخليهم على سواق بعض دائما. اوكي فهون اللي عم بصير معي اللي اجلته من شوي، انه مرجوع الفانكشن حتى اعرف شو الداتا تايب تبعه بيكون اخر سهم مثل هيك اللي هو ناقص علامه اكبر. اوكي اخر سهم هذا هو بيقول لك شو ما بيجي ورا منه مثل هاي التشار هون. اوكي شو بيقول لك شو نوع المردود تبع هذا الفانكشن، اي شيء مكتوب قبل هذا السهم بهالطريقه هاي هون. اوكي وهون معناه نقطتين في بعض، انه عم نعرف مدخلات ومخرجات الفانكشن، شو لازم ياخذ شو لازم يطلع كانواع. يعني كنت انت تكتب هيك بالسي، اوكي مثلا ماي فانك، اوكي مثلا char star kx st مثلا، تمام، والمردود تبعه يكون شو char star، تمام. فالتشار ستار اللي هون هي هاي، والتشار ستار اللي هون هي هاي، تمام. فمردود اخر يعني المردود جاي بيجي مع اخر سهم. اوكي هيك، واللي قبل اخر سهم واي شيء مكتوب قبل اخر سهم من المدخلات، تمام. هلا بنشوف شيء اهون منها وبصير اوضح. فإذا كان عندي جملة بدي أطلع منها وأشحل منها كل الأحرف الكبيرة، هذا الفانكشن معمول لأجلها، تمام. بيبرم على كل حرف فيهم وشوفوا إذا element منهم. أوكي فإذا element منهم من الأحرف الكبيرة بشيله. أوكي بشيله على جنب، بس شو الأحرف الصغيرة كيف بتطير، ما هو remove non uppercase، نشيل كل الأحرف اللي هي منها حرف كبير. يعني إذا قلنا remove من hello كتب the heck world، okay my friends، okay لازم شو يبقى لي؟ يبقى لي الاتش والدبليو الكبيره والام الكبيره والاف الكبيره. اوكي اذا بدي اعكسها بدي اصير اعكس التعريف تبع ال تحط هيك نوت، حط هاي تنجرب. عرفت كيف؟ شحلهم ماشي؟ يعني عكست اشارة البوليان اللي هون، حطيتها فحطيت النوت انه مش داخل في السلسلة هاي. اوكي؟ او كان فيني مثلا اعمل هيك حط زد سمول اي سمول واشيل النوت، مش مشكلة تركت القوسين ما نقص. اوكي طبعا انا كمان لازم احسب حساب الفراغ، اوكي بين ماي وورلد وماي وفريندز. اوكي على كل
هلا هيك صار فينا نعمل بشكل صريح نعرف الفانكشن ونكتب له ما يسمى هون توقيع الفانكشن، هي مسميها توقيع الفانكشن، شو بياخذ شو بيرجع. اذا قلنا بعد اخر سهم كده بيطلع معي هو مرجوع، نوع مرجوع الفانكشن. طيب حتى نعمل، حتى نقول لكم كمان على طريقة ثانية نكتب فيها مثلا let my sum، اوكي نحط له هيك عزات السطر رح نكتب التعريف، فبياخد انتجر كمان انتجر، اوكي كمان انتجر تاني، اوكي وبيرجع اخر شي شو انتجر. تمام، بعمل فاصلة هيك وبقول له my sum okay x plus y z بتساوي x زائد y زائد z. اوكي فاذا قلت له my sum ل 3 2 1 بيطلع 6، اجمعوهم بتعرفون 6. تمام، هاي طريقة تانية في كتابتهم، بس هذا كله وين بالجي اس سي اي. لما بتيجي تكتب انت في الملف العادي على نص كود زي فرجتكم كم حصة، ما بحاجة تفتح هيدي اوكي وتنزل على سطر وبعدين تعمل هيك وتسكر وتنتهي. تمام، ما بحاجة لهدول، المهم تعمل اللي هو تكبس زر التاب، اوكي زر التاب على يسارك، وتحط السطور بسوات بعض كل شيء. ما دامك عم تعمل لت بتكتب لت مره واحده بتصير كل شيء تحت تحت بعض على زوات سوات بعض، مثل ما شفنا من شوي. اوكي يعني مثل ما هو مكتوب الريموف على الريموف، اوكي سوات سوات بعض. طيب هلا فهيك بنكون نحن يعني خلصنا من فصل او قسم 3.1 من الكتاب بالفصل الثالث. ارجو تكونوا استمتعتوا معنا، ارجو انه كمان تتدربوا، اهم شيء التدريب. كمان لا تنسى تكبس على التعليقات واللايك زي كل مره ما بحكي، لانه احنا مش عم نتعب على الفاضي يعني. رجاء، وشكرا جزيلا، سلام.